انتقل مع حضراتكم إلى خبر آخر، حيث قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن بلاده ستضع فيتو على أي اتفاق تجاري لما بعد بريكزيت ما لم يحقق بعض الشروط، وخصوصا في مجال صيد الأسماك. وقال بون لإذاعة أوروبا واحد إن فرنسا ستعارض الاتفاق إذا لم يكن جيدا، مضيفا أن لكل دولة الحق في الفيتو. يذكر أن المفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خلاف حول الحقوق التي ستحصل عليها سفن صيد الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكزيت في 31 من ديسمبر الجاري. على كل حال، للمزيد من الإيضاح من لندن الدكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي. دكتور أحمد، أرحب بك. أهلا وسهلا. إذن يبدو أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حتى هذه اللحظة دكتور أحمد، هل من الممكن أن يكون هناك تغير فيما يتعلق بهذه الاتفاقات؟ يعني ربما المعلومات المتواترة تقول أن حتى الآن لا يوجد اتفاق. يعني من المبكر أن نجزم بأن بريطانيا سوف تخرج من دون اتفاقية. المفاوضات ما زالت مستمرة، وهي مستمرة على مر ال 24 ساعة. هي مفاوضات مكثفة جدا، ورئيس فريق المفاوضات الأوروبي هو موجود حاليا في لندن. كان هناك يعني تقدم واضح جدا في مسيرة المفاوضات قبل أن يظهر الموقف الفرنسي المعارض للصيغة التي تم التفاهم بخصوصها. نعم. وهذه نقطة أساسية، إذ أن من الواضح جدا أن فرنسا سوف تعترض، خاصة بخصوص الثروة السمكية البريطانية. مثل هذه الثروة السمكية يعني تعود صيادو السمك الفرنسيين على مر ما يزيد من 40 عاما للاستفادة بشكل كامل من هذه الثروة، وعندما يعني يقدمون إلى وضع مغاير للوضع الذي تعودوا عليه على مر العقود الماضية، بالتأكيد مثل هذا الوضع سوف لن يكون مناسبا لهم. ما هو الدخل الاقتصادي لفرنسا من عملية صيد الأسماك دكتور أحمد؟ لأن صيادي السمك الفرنسيين بالدرجة الأولى، وكذلك أيضا حتى الأسبان، صيادي السمك الأسبان كانوا يأتون وما زالوا إلى المياه الإقليمية البريطانية لكي يصطادوا الثروة السمكية الهائلة في المياه الإقليمية البريطانية. يمكن القول بأن دول الاتحاد الأوروبي في مقدمتها فرنسا كانت المستفيد الأكبر من الثروة السمكية البريطانية، حتى أكثر من صيادي السمك البريطانيين. وهنا نقطة جوهرية ونقطة أساسية عندما يقول بوريس جونسون بأن بريطانيا سوف تستعيد يعني حدودها بشكل كامل، سوف تستعيد ثروتها السمكية بشكل كامل، وهناك تأييد واضح من قبل المواطن البريطاني العادي، خاصة في الأقاليم التي تعتمد بشكل أساسي على الثروة السمكية. يعني بعد دخول بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والتطورات التي جرت بخصوص الثروة السمكية، قطاع صيد السمك البريطاني انهار بشكل كامل. كان هناك يعني مصانع ومحال لتصنيع السفن، لتصنيع القوارب، كل هذا القطاع انهار بسبب هيمنة الاتحاد الأوروبي على الثروة السمكية. ولكن حاليا يعني يجب علينا الانتظار حتى يوم الاثنين، إذن المفاوضات مستمرة وهي مكثفة جدا. هناك حال من التفاؤل بخصوص إمكانية توصل الطرفين على الأقل تحديد المعالم العريضة والخطوط الواضحة بخصوص الاتفاقية التجارة الشاملة بين الطرفين. نعم. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. طيب، دعني أفهم منك هنا هذه النقطة أيضا دكتور أحمد. السؤال الآن، ماذا بالفعل إن يعني قامت فرنسا بالفيتو في هذه الأثناء؟ ما الذي سيحدث؟ إذا قامت فرنسا بالفيتو، وهو من حقها كونها عضو في الاتحاد الأوروبي، إذ أن أي عضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي بإمكانه أن يستخدم حق الفيتو ضد أي اتفاقية بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عندها سوف تتعقد الأمور بشكل كبير جدا، انطلاقا من كون أن الفترة الزمنية التي تفصلنا من خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي هي أيام معدودة. يعني لا يمكن أن يكون هو أقل بكثير من شهر. لأن شهر ديسمبر كما تعلمين هو شهر أعياد وشهر عطل، لذلك هي أيام معدودة جدا. وهناك من يقول بأن الخط الأحمر لنهاية هذه المفاوضات هو يوم الاثنين المقبل، لذلك أمام هذه المفاوضات فقط أيام، يعني قد تكون عطلة الويكند بالإضافة إلى يوم الاثنين، يعني بالمجموع 3 أيام فقط حتى تتوضح معالم هذه المفاوضات فيما إذا كان سوف تنتهي لتحديد معالم الاتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد. يعني بالطبع على مدار الأيام القادمة وحتى 31 ديسمبر سنكون في متابعة مستمرة لآخر المفاوضات التي تنتج عن البريكزيت فيما يتعلق ببريطانيا والاتحاد الأوروبي. أنا بشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى الدكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من لندن.